السيد الوزير الأول، السيدة والسادة الوزراء، شركاؤنا الأعزاء، ضيوفنا وزملاؤنا الأسرة الإعلامية، سيداتي سادتي الحضور الكريم، نلتقي اليوم في مناسبة عزيزة، مناسبة احتفال وكالة الأنباء الجزائرية بالذكرى 60 لتأسيسها، والتي تعود إلى 1961. وبهذه المناسبة أدعو السيد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية سمير قايد لإلقاء كلمته الترحيبية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الوزير الأول، وزير المالية، السيدة والسادة الوزراء، ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي حرصت وكالة الأنباء الجزائرية على تنظيمه بمناسبة إحياء الذكرى 60 لتأسيسها. إنه لمن الشرف العظيم أن تحيي مؤسستنا هذه الذكرى التاريخية وسط حضور نخبة وطنية أبت إلا أن تشارك عائلة الوكالة هذه التظاهرة التي تجعلنا نستذكر أمجادها ونضالات من صنعوا مجدها طيلة 6 عقود من الزمن من تاريخ أمتنا العريق، بعد أن وضع لها روادها الأوائل أسس الانطلاق في خدمة ثورة التحرير المجيدة. إن وكالة الأنباء الجزائرية التي تعتز بتاريخها الإعلامي الوطني الحافل المستمد من روح ثورة نوفمبر المجيد، وتفتخر بكونها مؤسسة وطنية ولدت من رحم الثورة المظفرة ودراعها الإعلامي الذي ساهم آنذاك في إيصال صوت قضيتنا النبيلة في مختلف بقاع العالم في سياق المقاومة التي تكللت باسترجاع السيادة الوطنية، فإنها الآن ترفع تحدي العصرنا والتطور في عملها لمواكبة تطلعات أمتنا في الازدهار والرقي من خلال أداء إعلامي راق يحتكم لمبادئ المهنية وأخلاقيتها. لقد كانت وكالة الأنباء الجزائرية ولا تزال مرجعاً وطنياً في الخدمة العمومية الهادفة لمرافقة معركة البناء والتشييد بعد الاستقلال والدفاع عن مصالح الأمة، وكلها حرص على اتخاذ أرقى مناهج وأدوات المهنة في إيصال صوت الجزائر في العالم والتعبير عن المواقف التاريخية الثابتة لبلدنا. إن وكالتنا الإعلامية العمومية عازمة على المحافظة على مكاسبها ومكانتها الريادية في الفضاء الإعلامي الوطني وفي الخارج، مصرة على المضي نحو المساهمة في تطوير حقل الإعلام الوطني، وهو المسعى الذي يحظى باهتمام بالغ ورعاية كبيرة من قبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. وكغيرها من المؤسسات الإعلامية الوطنية الكبرى، لم تتوانى الوكالة في السعي إلى تطوير أدائها المهني وفق المتغيرات المتتالية والاجتهاد في الارتقاء بالمحتويات الخبرية، لا سيما في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، إذ أطلقت مؤخراً مجموعة من الورشات على مستوى هياكلها التحريرية تستهدف تطوير الخدمة العمومية في مجال اختصاصها، إلى جانب تطوير البرقية من حيث الشكل ومن جانب سياسة معالجة المحتوى والاهتمام المتواصل بخدمات الأنفوغرافيا والفيديوغرافيا والرفع من مستوى الأداء من جانب إنتاج المحتويات الإعلامية متعددة الوسائط الملتي ميديا بما فيها خدمات التغطية السمعية البصرية. ووعياً منها بالضروريات الملحة التي تمليها الظروف الراهنة، لا سيما ضمن سياق ما يعرف بحروب الجيل الرابع، وإدراكاً منها للحملات الإعلامية التي تستهدف وطننا من قبل أوساط لا تخدمها مواقف بلدنا، ف
فإن وكالة الأنباء الجزائرية وبحكم أنها مؤسسة إعلامية وطنية معنية شأنها شأن باقي الفاعلين بمصالح أمتنا، فقد شرعت مؤخرا في تطوير وتفعيل آليات متعددة لليقظة الإعلامية لدحض الأخبار الكاذبة وتنوير الرأي العام بالحقائق بالموضوعية والنزاهة والاحترافية. وعلى المستوى الوطني تراهن مؤسستنا الإعلامية على تعزيز انتشارها، حيث تسهر أطقمها الصحفية والتقنية على ضمان خدمة عمومية ذات جودة من خلال ضمان تغطية إعلامية جادة وهادفة وبروح من المسؤولية العالية، تسلط الضوء على مختلف اهتمامات المجتمع الوطني إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والدولية وغيرها. وعلى هذا الأساس فإن الوكالة سعت مؤخرا لوضع آلية تسمح لها بتعزيز هذا الانتشار عن طريق الانسجام مع تطور التقسيم الإداري للبلاد، حيث انطلقت في استحداث مكاتب على مستوى الولايات العشر الجديدة دون إغفال الجهود المضنية من جانب تطوير الإعلام الجواري بهدف تعزيز حق المواطن في إعلام موضوعي ومسؤول والمساهمة في تدعيم روح التضامن الوطني بمختلف أبعاده. كما تصب الوكالة إلى تحيين انتشارها دوليا من خلال تفعيل مكاتبها في الخارج دعما لصوت الجزائر دوليا ولمرافقة دبلوماسيتنا الرائدة في الخارج وتمكين جاليتنا من هذا المنبر الإعلامي الوطني للتعبير عن اهتماماتها وانشغالاتها وطموحاتها. ولتعزيز صورة الجزائر وسعيا لإيصال صوتها ومواقفها عبر العالم، فإن وكالتنا تعتزم قريبا استحداث موقع جديد بالإسبانية لما لهذه اللغة الأجنبية من أهمية من حيث التداول والتفاعل الدوليين لا سيما على مستوى قارة أمريكا الجنوبية وغيرها. كما نحرص أيضا على تطوير مجال الخدمة العمومية عبر مختلف المواقع الإلكترونية لوكالة الأنباء الجزائرية بلغات متعددة، إلى جانب تطوير التعاون الدولي والتكوين، وهو المجال الذي يكتسي أهمية جد بالغة في ورقة الطريق الجديدة لتسير وكالتنا الوطنية الإعلامية. وفي الأخير أود أن أعرب نيابة عن كافة عمال وإطارات وكالة الأنباء الجزائرية عن جزيل شكري وامتناني العميق للسيد الوزير الأول على كرم رعايته الفاضلة لهذه التظاهرة، كما أشكر المحاضرين والحضور على تلبيتهم دعوتنا. وأعرب أيضا عن عميق امتناني وشكري لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة، وأخص بالذكر وزارة الاتصال، الشركة الوطنية للتضاعف الفلاحي، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مجمع سوناطراك، والقرض الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للتلفزيون والإذاعة الوطنية. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن شكرا لي السيد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، والآن أدعو السيد وزير الاتصال لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الوزير الأول، وزير المالية، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة إطارات الأمة، السادة إطارات أسلك الأمن الوطني، السيدات والسادة المدراء العامون لوسائل الإعلام، أسرة الصحافة جمعاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في البداية أن أتوجه بشكر خاص إلى السيد الوزير الأول، وزير المالية، الذي ورغم رزنامته المكثفة إلا أنه أبى إلى أن يشارك شخصيا أسرة الإعلام الوطني واحدة من مناسبتها المتميزة، ألا وهي الذكرى 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية. وبالمناسبة يتعين التذكير بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لترقية حرية التعبير والصحافة ودعم الإعلاميين، لا سيما من خلال الضمانات التي جاء بها دستور 2020 وجملة من الإجراءات الأخرى، على غرار لقاءاته الدورية المنتظمة مع أسرة المهنة وتواصله المباشر مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إن وكالة الأنباء الجزائرية التي ولدت من رحم الثورة التحريرية المباركة وكانت لسان حالها الإعلامي، تعتبر صرحا إعلاميا عموميا لعب ولا يزال دورا رائدا في تمكين المواطن من الحق في المعلومة ومرافقة جهود البناء والتطور المنشود والدفاع عن صورة وصوت الجزائر. وعلى امتداد 60 سنة من العطاء المشهود، اطلعت هذه المؤسسة الإعلامية العتيدة عبر مديريتها الجهوية ومكاتبها الولائية
وتمثيلياتها في الخارج برسالتها المهنية وبواجب المواطنة من خلال الدفاع عن ثوابت الأمة ومقوماتها والتصدي للبروباغندا والمعلومات المغلوطة التي يسوق لها أعداء الوطن ومن سار على نهجهم من الخونة والمرتزقة. ومما لا شك فيه أن دور الوكالة التي ولجت عالم الرقمنة باقتدار يزداد اليوم تأكيداً في ظل المخططات العدائية والحرب السيبرانية الشرسة التي تستهدف وحدة وأمن وسيادة واستقرار الجزائر الجديدة. ختاماً، وإذ أتقدم بالعرفان المستحق لأسرة وكالة الإنباء الجزائرية جيلاً بعد جيل، فإنني أؤكد لها وللإعلام الوطني العمومي والخاص بمختلف وسائطه دعم الدولة لمرافقته في أداء مهامه النبيلة باحترافية وحرية ومسؤولية. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شكرا لي السيد وزير الاتصال. أدعو الآن السيد الوزير الأول وزير المالية لإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذه التظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، السيدة والسادة أعضاء الحكومة، السيد مستشار رئيس الجمهورية، السيدات والسادة إطارات مختلف مؤسسات الدولة، السيدات والسادة مديرو وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي بل ويشرفني أن أشارككم اليوم إحياء الذكرى 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، هذه الوكالة التي ولدت من رحم الثورة في الأول من ديسمبر 1961، لنستحضر معا ذكرى تأسيس إحدى أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من أهم روافده، والتي يرتبط تاريخها بمراحل هامة من تاريخ بلادنا المجيد. إنها مناسبة مواتية للوقوف على التطورات المتسارعة التي عرفتها وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أدواتها ووسائطها، وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في درجة التأثير وسرعة انتقاله في المجتمعات في جميع مناحي الحياة الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية. وهو ما يفرض علينا جميعاً العمل معاً مهما اختلفت توجهاتنا وأفكارنا من أجل رفع التحديات الكبرى والكبيرة التي تنتظرنا جميعاً في سبيل تنمية بلادنا والذود عن أمنها بمفهومه الشامل وسلامتها واستقرارها. ولا شك أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، أنكم أدرى من غيركم بما يمثله الإعلام وأدوات الدعاية من تهديد للاستقرار الداخلي للأوطان، حيث صارت مختلف وسائط الإعلام والاتصال أسلحة حرب وضع بين أيدي الجيل الجديد. فضلاً عن ذلك، فقد أصبحت الأداة الأكثر تأثيراً في توجيه مختلف التدفقات من تجارة خارجية واستثمارات أجنبية مباشرة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، أود هنا أن أذكر بأن التدابير التي حظيت بالأولوية في برنامج السيد رئيس الجمهورية ترمي إلى استعادة الثقة، ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، حتى نضمن انخراطه في إنجاح مختلف السياسات العمومية التي تبادر بها مؤسسات الدولة
وتوجيه سلوك المجتمع بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح مختلف ورشات الإصلاح التي تتطلب مساهمة كثيفة من الجميع لإنجاح هذا المسعى. وغني عن البيان أن البرامج وكل التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي، بحيث يساهم إلى جانب الانتقاد البناء والإيجابي في تعزيز التطورات الإيجابية التي تطرأ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إعلام يقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة وطننا المفدى وتطويره. وضمن هذا المنظور، فقد أفرد السيد رئيس الجمهورية ضمن التزاماته 54 حيزاً هاماً لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعموم بشكل خاص، حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلاً حقيقياً في مسيرة بناء المجتمع وتطويره. وعلى هذا الأساس تعكف الحكومة على مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها، وهذا في إطار مواءمة النصوص مع أحكام دستور 2020 بما يستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية فعالة للاتصال، وكذا الضرورة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات الاجتماعية والديناميكية السياسية التي تعرفها بلادنا. وهنا أود الإشارة إلى استكمال 4 نصوص قوانين من شأنها النهوض بهذا القطاع الحساس والاستراتيجي، ويتعلق الأمر تحديداً لا سيما بالنصوص الآتية: القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والقوانين المتعلقة بالسمع والبصر والإشهار وسبر الآراء. إضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة على استكمال إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاطات وكالات الاتصال. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إننا نتطلع أن تكون وكالة الأنباء الجزائرية قوية بفضل مهنية صحافيها وإدارتها العصرية، وتؤدي بذلك دوراً محورياً في المشهد الإعلامي الوطني، وهي لذلك مطالبة بتطوير خدماتها حتى تواكب البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية، ومن خلاله مخطط عمل الحكومة، وذلك بالاضطلاع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبراً موثوقاً ذا جودة ومصداقية. كما نتطلع لوكالة رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على المستوى الدولي تواكب أحدث مستجدات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة من أجل الوصول بالخبر الموثوق إلى الملتقي في أقصر وقت. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد دعم الحكومة لجهود تطوير وكالة الأنباء الجزائرية، حيث أسديت التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها الأساسي الذي يعود إلى سنة 1991 وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال، وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية. إن الوكالة مطالبة بضرورة التفكير في صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة أنباء ضمن تصور الإعلام الشامل، تعزيزاً لحضورها في المشهد الإعلامي الوطني ولملد الدولي، لكي تمتلك أدوات المنافسة على المستوى الإقليمي دفاعاً عن صورة الجزائر وما حققته من مكاسب في كل المجالات. فضلاً عن ذلك، يجب أن تتناسق مع الوضع الحالي للقطاع، خاصة بالنسبة للنشاطات السمعية والبصرية، كما يجب أن تفتح هذه المراجعة للوكالة المجال من أجل زيادة مواردها الخاصة
بالشكل الذي يتيح لها مسايرة التطورات بتكوين طواقمها والحصول على المعدات اللازمة لذلك. وفي الأخير، وإذ أترحم وإياكم جميعاً على كل عمال الوكالة الذين فقدناهم بعد أن أفنوا حياتهم في خدمة وطننا العزيز من خلال الوكالة منذ نشأتها، فإنني أتقدم بأحر التهاني إلى أسرة الإعلام والاتصال من صحفيين وإداريين وعمال، مع تمنياتي لهم بالتوفيق في معركة البناء. سلاحهم في ذلك القلم والصورة ورسالتهم، رسالة أمل، شحذ الهمم واليقظة بكل تجلياتها دفاعاً عن وطننا المفدى. عاشت الجزائر قوية عزيزة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن شكراً للوزير الأول على هذه الكلمة. مشاهدينا حضورنا، مرحبا بكم مرة أخرى، ترحيبا يطيب شذاه مسكا ويفيض حبا. مشاهدينا، إذن 60 سنة من العطاء لوكالة الأنباء الجزائرية. حين ترسو السفينة على ميناء التكريم يبرز معدنها، ومعدننا ثوري خالص. عن رحلتها، من أين انطلقت وإلى أين وصلت، نتابع معا هذا الوثائقي الذي يرسم تاريخ وكالة الأنباء الجزائرية من بدايتها إلى الآن، من إعداد فريق القسم السمعي البصري لوكالة الأنباء الجزائرية. بما يعادل 500 برقية إخبارية تتنوع بين اللغتين العربية والفرنسية، تغطي وكالة الأنباء الجزائرية الأحداث يومياً وطنياً ودولياً. يسهر على ذلك قرابة 500 موظف بين صحفي ومترجم وتقني وإداري. كانت مطلباً يخدم الشعب والثورة. من أرض تونس نطقت وكالة الأنباء بلسان جزائري مبين لدعم حبل الثورة المتين ضد المستعمر اللعين. في الفاتح ديسمبر من العام 1961 ظهرت وكالة الأنباء الجزائرية لأول مرة من شارع المقاولين لتسمع صوت الجزائريين وتظهر الوجه الحقيقي للمستعمر أمام العالم أجمعين. بدأ العمل بإصدار نشرية يومية باللغتين العربية والفرنسية لنقل أخبار المدن والقرى والمداشر والأماكن البعيدة في السياسة والعسكر والمجتمع وغيرها من أخبار الوطن، فكانت ركناً أساسياً من أركان الكفاح الوطني، وتحولت إلى مصدر أخبار الثورة والمصحح لصورتها عند تشويهها. Moi-même en tant que responsable du centre de documentation, je contribuais à l'APS. Donc on était tous d'accord pour lancer l'APS. Je crois qu'il est important de dire comment nous travaillions à l'époque. Dès qu'Azid est arrivé au ministère de l'Information, des téléscripteurs avaient été installés au premier étage du ministère, au 14 rue des Entrepreneurs à Tunis. Et nous avions des téléscripteurs de l'AFP, de UPI, d'Associated Press, plus tard de CTK, ce qui nous permettait d'avoir en direct les nouvelles qui allaient inonder la presse internationale. على بعد أمتار من الاستقلال، واكبت وكالة الأنباء الجزائرية مفاوضات اتفاقية إيفيون ونشاط الحكومة آنذاك، فبقيت توزع نشراتها على الوكالات واسعة الانتشار. Il s'agissait de préparer l'opinion générale à ce qui allait être les accords algéro-français issus des pourparlers d'Évian, et en même temps combattre avec efficacité la propagande française qui s'exerçait par tous les canaux. والوكالة هذه وقت اللي تنسر من كانت زل الوكالات العالمية وخاصة لايف بي
تأخذها بحذافرها. معناها كانت الوكالة الجزائرية في الانبعاث نتاعها أخذت سكسي، أخذت منها شهرة. بعد الاستقلال حطت وكالة الأنباء الجزائرية الرحال بأرض الوطن لتبدأ مسيرة التشييد والبناء، رغم أنها كانت تعمل بالوسائل المتاحة، حيث اعتمدت في البداية على الأجهزة التماثلية ممثلة في الرونيو والتليغراف. كان عندنا واحد لاباري يقولوا له تيجيسات، سيت ان فيي اباري تاع لارمي امريكان، كان ديجا عندهم في تونس. وبهذاك جوزنا البرقية، الأولى. كان عندنا دو فيو تيلكس، نعقل عليهم سموهم لا مارك تريد، فهمني؟ هذا قدامنا وصل سيمنس. سيمنس دخل في 1972. كانوا عيطوا لو اس. كانت وكالة الأنباء الجزائرية مدرسة إعلامية تعتمد على تكوين الشباب الذين أصبحوا فيما بعد صحفيين ومسؤولين في مؤسسات إعلامية أخرى. في مقر الوكالة في ذاك الوقت لا يروى بيتا، تم اللي خلق لو برومي سيرفيس فوتو. من تما بداوا لي يديروا لي ريبورتاج، من تما اللي خلق لو برومي بيرو اليترونجي في باريس، حسين جبران هو اللي فورما كاع براتيكمون الدفعات تاع الصحفيين الاولانيين، هو اللي فورما. هبطنا شي جيفارا، من تما اللي بدات تطور الوكاله. وشكون اللي طورها؟ هو محمد بن هل الله يرحمه ويوسع عليه، الصوت الرسمي تاع الجزائر في ذاك الوقت هي وكاله الانباء الجزائريه. ولأنها كانت تسهر على القيام بدورها في تقديم الخدمة العمومية، كانت وكالة الأنباء الجزائرية السباقة في تغطية الكثير من الأحداث السياسية والمراحل المفصلية، تماماً مثل ما دأبت منذ بدايتها، فكانت مصدر المعلومة الموثوقة بحق حتى في أصعب الظروف وأحلك الأيام. النقطة الحساسة كيفاش سيرنا على مستوى الوكالة أحداث أكتوبر 88. لو 10 اكتوبر عندنا صحفي الله يرحمه ويوسع عليه بن مشيش سيد علي، اول صحفي اللي توفى كان كونجي، بصح كي نعرف الاحداث هذيك جا للخدمه، وكان رئيس تحرير كان كذا قسم للروبورتاج. كانت حاضرات داخل الوطن او خارج الوطن. خارج الوطن كان بالطبع المؤتمرات الوحده الافريقيه او المؤتمرات العربيه، يعني كنا ولا عدم الانحياز ايضا. في سبيل المثال نقدر نذكر ان مؤتمر عدم الانحياز اللي انعقد في الهند 1983، يعني كان وجود الوكاله يعني قوي. الشيء اللي كنا نحوسوا عليه اساسا ان الوكاله تلعب الدور تاعها، يعني رول دو سيرفيس بيبليك، الخدمه العموميه. في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات دخلت الوكالة مرحلة الرقمنة تدريجيا. نصف الثمانينات تقريبا سيتي لي بداية تاع لانفورماتيزاسيون تاع وسائل الإعلام. بدينا ندخلوا هذوك التجهيزات كيما دي ماشينا يكتب بس الكترونيك، وهدرنا على مستوى لا تكنيك، وكان ثاني على مستوى قاعة التحرير. ومع بداية الألفية انتقلت وكالة الأنباء الجزائرية نحو الرقمنة الشاملة ومواكبة التطور التكنولوجي. قفزة نوعية اللي عشناها هي في 2004 لما تحولنا من القبة إلى بيرمور أندريس، كان منسجم أيضا مع التطور التكنولوجي اللي كان موجود آنذاك في 2004. لتدخل الوكالة بعدها مرحلة جديدة مع الإعلام متعدد الوسائط، فعلى غرار شريط الأخبار أصبحت تقدم صوراً رقمية عالية الدقة وفيديوهات تغطي مختلف الأحداث وأخباراً في شكل أنفوغرافيا وفيديوغرافيا
تنشر على الموقع الإلكتروني بنسخه الأربعة العربية والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية، وكذا صفحات الوكالة على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأنا احنا في 2012، حيث من جهة وفرنا الإمكانيات لتغيير السو باسمون تكنولوجيك. أول كاميرا اشتريتها لا بي اس بمناسبة الذكرى 50 للاستقلال، حيث احنا بدينا يعني كل كان نظريين يعني نفكروا على الأمور هذه كل من 2021 60 سنة جاشر تاع لا بي اس، ما بقاش الدولة ما تستعملش وما تستثمرش في الصناعية البصرية. ما تعيشه الجزائر اليوم من تغيرات على المستوى الداخلي يدفع بوكالة الأنباء الجزائرية إلى تحسين أدائها وتوسيع نشاطها للسير على نهج الاستمرارية والمساهمة في الحفاظ على مؤسسات وهيئات الجمهورية وديمومتها عبر المرافقة الإعلامية وتقديم الخدمة العمومية. حريصين أيضاً على تثمين مورد البشري من خلال تعزيز التكوين، تعزيز حضورنا في المحافل الدولية، خصوصاً من حيث أنه يكون عندنا مكاتب نشطة في الخارج، من حيث أنه تاني يكون عندنا برامج لدعم وتعزيز التواجد تاعنا في المستوى التراب الوطني. احنا حالياً بصدد مواكبة التقسيم الإداري الجديد من خلال استحداث مكاتب ولائية في 10 ولايات الجديدة، وعلى هذا الأساس وكالة الأنباء راهي تفكر باش تعيد تصور جديد، من حيث أنه الإعلام الجوالي يكون عنده قصد كبير في نشاطاتنا. وفي ظل الظروف الإقليمية التي تحيط بالجزائر، تسعى الوكالة إلى مواكبة كل الأحداث بما يذود عن وحدة الجزائر وأمنها أمام المكائد التي تدبر لها. إحنا رانا واعيين ومعازمين على تطوير أدائنا، عازمين على أننا نشكلوا جدار صد إعلامي بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الجزائرية، على غرار النشاطات الإعلامية اللي عندها صلة بالقضايا الاستراتيجية تاع الدولة الجزائرية، في خضم كل هذه التحولات وكل هذه التغيرات، وكالة الأنباء الجزائرية تجتهد من أجل تطوير العديد من النشاطات، العديد من المجالات الحيوية لتساعد في تطوير الأداء على غرار ما يعرف باليقظة الإعلامية. كانت وكالة الأنباء الجزائرية وما تزال المورد الأول للمعلومة ومصدراً للصحف ووسائل الإعلام الوطنية وحتى الدولية، تنقل المعلومة من مصادرها بصدق وشفافية بعيداً عن الدعاية، وهي التي فعلت ذلك طيلة 60 سنة. إذن شكراً لكم على كرمي المتابعة لهذا الفيلم الوثائقي الذي يخلد شيئاً من ذاكرة وكالة الأنباء الجزائرية ويحيي ذاكرة البعض القدماء في وكالة الأنباء الجزائرية، كما يزيد العمال الحاليين عزماً على تقديم الأفضل خدمة للوكالة وللوطن. من دون أن ننسى أيضاً أن نشكر الذين تشرفونا بشهاداتهم في هذا الفيلم الوثائقي. الآن أنا الحضور الكريم ننتقل إلى تكريم عائلات الزملاء الصحفيين الذين رحلوا عنا السنة الماضية، وكانوا كلهم طبعاً وضعوا كلهم خبراتهم وكفاءاتهم خدمة لوكالة الأنباء الجزائرية. ندعو عائلة المرحومة فنوش نجاة صحفية مكتب وكالة الأنباء الجزائرية بولاية الطرف ليتسلم التكريم، تفضل. أدعو الوزير الأول ليتفضل لتسليم التكريم. إذن كما قلت الصحفية نجاة فنوش،
ندعو الوزير الأول بأن يتفضل بالبقاء، وندعو أيضا عائلة المرحوم جادور صلاح الدين قدور صحفي بالمديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية بالغرب أو بالضبط بولاية وهران. إذن كما قلت، هؤلاء الصحفيين كرسوا حياتهم خدمة لوكالة الأنباء الجزائرية وخدمة للوطن. وفي غياب عائلة المرحوم بسو جمال الدين الذي تعذر عليه الحضور، ندعو السيد مدير الإعلام لوكالة الأنباء الجزائرية رابح حسيني لاستلام التكريم. إذن شكرا لكم جميعا، وقبل أن نستمر نستسمحكم عذرا البقاء في أماكنكم حتى يتسنى للسيد الوزير الأول بالمغادرة، وذلك لارتباطات في الحكومة مبرمجة مسبقاً.